ثقافة العملية السياسية بالعراق هي ثقافة الوقيعة. نعم. عرفت؟ والوقيعة والاحتفاظ بالملفات. نعم. إشكالية كبيرة جدا. نعم. أنه أنا أحتفظ بملف عنك وأنت تحتفظ بملف عن أبو سومر وأبو سومر يحتفظ ملف عن آخر وهكذا، إحنا واحد يريد يوقع باللاق بالوقت المناسب. نضع هذه الملفات على الرف، وعندما نحتاج إلى استخدام أي ملف من هذه الملفات ننزله على أرض الواقع ونبدي نشتغل به. وهناك جيوش إلكترونية، أنت لك تصور اليوم يعني القضية عفوية أو القضية يعني تجي بدون مناسبة، لا. أنت تصور أنه أي شخصية يطلع عليه أي شيء، هناك جيوش تطلع لك مقاطع الفيديو ولقاءاته وما قال وتصريبات صوتية، وكل هذا طلعوا لك إياهن فجأة، كلهم يقدموا لك إياهن. شنو هاي بهالمناسبة؟ شنو هالأجهزة هذه العظيمة؟ نعم. شنو هالجيوش الإلكترونية المتنفذة اللي تأخذ أموال الدولة بهذه الطريقة وتصرفها من أجل الوقيعة بالآخر؟ هي هاي السياسة، يعني إحنا شوف السياسة ليست وقيعة، السياسة عملية. أنا أختلف معاك من أجل الوطن، أنا أختلف معاك، لا نختلف أستاذ على الوطن. أستاذ علاء، أحد المستشارين يعني طلع عبر شاشات التلفاز وقال الحكومة حاليا الأقل جيوشا الكترونية بين الموجودين بالنظام السياسي، هذا مو دليل وإثبات؟ لا معناه هذا يسموه يعني الإثبات بطريقة النفي باللغة. يعني معناه لما يقول أقل جيوش يعني عدة جيوش إلكترونية. نعم. لا، وخلي أضيفك العلم، أنا عندي معلومات أنه هناك كثير من الإعلاميين ومن مواقع التواصل الاجتماعي يديرون مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة ومواقع وهمية في تويتر وفي فيسبوك والإنستغرام، هذه موجودة وتمول. نعم. رجل متنفذ في مجلس الوزراء. طيب. تمول.